هذا البرنامج يستهدف الجانب المشرق للمهن وإظهار المتاعب لها، ولا يهدف للاستهزاء أو التقليل من قيمة العامل، ويعد البرنامج بمثابة دافع وحافز للشباب للبحث عن العمل. عمو هسه وصلنا الى مرحله اسمها مرحله التقييم. تقييم انا اشتغلت يم مقتول هذا اليوم. أي. سوينا هاي القصه. اي نعم. وعلمتني هواي شغلات. اي من البدايه بلي. لحد النهايه شو تقيمني خطوه خطوه بدون مجامله؟ بدون مجامله طبعا. لا بدون مجامله. لا احنا اولا على المكاين، يعني كل ماكينه يراد لها مهاره خاصه. زين. خاصه المنشار يعني يراد له مهاره ويراد له انتباه. تمام. هاي ماكينه الدبل مو مشكله، هاي خشبه من بعيد تذبها هي تاكله وتروح الدبل يغاد. زين. يعني خطورتها مو مثل خطوره المنشار. زين. فانت على المنشار من 10 من 10 انطيك 2. يو اي تدري انا بحياتي ما اخذ 2. ها يعني بحياتي اذا ما اخذ يعني من الابتدائيه للكليه انا متخرج ما شايف ال 2. هسه اخذ 2 اجى اليوم اشوف بال 2 يا جماعه. اي زين. لا مو قلنا بدون مجامله. الدبل لا الدبل اعطيك عليه 9 من 10. 9 اي 9 من 10. اي 9 و10 تقريبا. شاطر هو قدام الرحله. اي دق لسامير اعطيك عليه 8. زين بس ترى اخي شو اسوي سريع بس ما اقول هذا الشغلات. لازمه المنشار اعطيك عليها 7 من 10. حلو هسه 2 بس المنشار 7. اي الهدوم لا هدومك هاي ما توالم العمل. مو خل اقول لك السر. ايه؟ انت حكيك صحيح. ايه؟ يعني لا تقول لي بس تعلمون حتى يقولون ها والله بها تراب وتعب وهذا. لا ناس ما تتخش مره بهالشغله. لا يعني احنا دائما نحاول نلبس الملابس الفاتحه حتى لا يبين بها التراب. انا ما خشبيه. اي ولو هي تنغسل يوميه بس مع ذلك يجي مشتري نطلع ببيت ناخذ قياس هذا فما نروح باسود وكله تراب. فهذا اللون ما يبين بيه تراب. نقدر هسه اذا اروح على قياس هسه اقدر اطلع هيجي. صحيح مو عيب يعني. اي لا لا اي بس من اسود وكله تراب ما حلو تطلع بيه. تمام. هسه الفقره الثانيه بعد فقره التقييم. ايه؟ فالدرع بسيط هديه بسيطه مقدمه من قناه سامراء الفضائيه برنامج شوف شغلك كان هنا هذا فشي بسيط. شكرا مقدمه لي حضرتك نشكركم يعني نشكر القناة. حتى تذكرنا بي. اي نتذكركم ان شاء الله. بارك الله بيكم جزاكم الله خير ان شاء الله. تسلم عمو. هسه شفت هذا الدرع هي هاي الفقره النهائيه كانت عندنا. نعم. رسالة نوصلها للشباب اللي يشوفونه. نعم. ويتابعونه من البيوت. نعم. انه الشغل موجود. زين اللي يريد الشغل موجود. عيب الشغل؟ ها شغل عيب؟ لا مو عيب بالعكس. احنا ردك تقول انت توجه عيب الانسان يقعد ببيته ويريد فاتح حلقه مثل يريد اللقمه توقع بحلقه ما يصير. ماكو شيء نظام حياته يعني. الله علمنا على العمل ورسولنا عليه الصلاه والسلام علمنا على العمل، والعمل عباده. العمل عباده. حلو. وانت تاكل اللقمه بايدك تعب جبينك احسن ما تقعد تاكلها بالقديه او بالكلاوات او بالشغلات المو حلوه. صح. انسان يتعب ابو المثل يقول لك اتعب تلعب. تلعب مو انا على عمري ما استحيت من النجاره. عمري كله دراسه وعسكريه وعمري كله قضيته ويا النجاره ما عفتها لا بعسكريه لا بكليه لا بمدرسه. حتى اعداديتي مسائيه كانت وظليت اشتغل الحمد لله والشكر. واولادي ده يتعلمون مصلحه والله يرحم ابونا الله يرحمه حجي حسن النجار هو اللي علمنا اياه وعلمنا هالصنعه الحلوه. وكل المصانع حلوه كل المصالح حلوه. اي مصلحه اذا تبدع بيها تصير حلوه. تحب المصلحه تبدع بيها تصير مبدع. بس اكو ناس تجي تالي وقت تتعلم مصلحه بدون بس مجرد فلوس ما يتعلمها. انت حب المصلحه مالتك حب المهنه مالتك سواء كان حداده ولا نجاره ولا صبغ ولا اي شيء اذا تحبها تصير مبدع بيها. هاي النقطة الأساسية هنا. هسه شوف كثير آلاف النجارين يشتغلون ما بيهم ذاك الإنسان المبدع. شنو ما يحبها جاء مجرد أنه حتى ياخذ يوميته الخميس ويطلع. ما يبدع بيها، لكن إذا يحبها يخليها في قلبه المصلحة والإخلاص يخليه في قلبه العمل ماله بالإخلاص يصير إنسان مبدع والحمد لله والشكر. إحنا الحمد لله معمل وسط صردم النجار معروف على مستوى أربيل كلها. وسط صردم النجار يعني صاحب هذا المعمل وصاحب معمل ثاني هناك واليوم الرجل طالع خطيه بشغل يعني تحياتنا وصلها لك يوصل ان شاء الله. نشكرك عمو يوصل ان شاء الله وتعبناكم هذا اليوم. لا بالعكس بالعكس. ومشاهدينا الكرام طبعا وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم. سمعتوا عمو ايش قال انه الشغل مو عيب الواحد بس يكافح يتعب شويه أبد. عمره كلها قضاها بالنجاره وما استحى وما قال هاي والله مهنه عيب انا اتعب هوايه. اذا التقانا لكم بالاسبوع المقبل بحلقه جديده بمهنه جديده لذلك الحين الى اللقاء.